السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، سوف نواصل سلسلة تصحيح التمارين الوطنية، والآن مع التمرين الأول من الامتحان الوطني 2018، الدورة الاستدراكية علوم الحياة والأرض. صافي، مسلك علوم الحياة والأرض. يلا لنبدأ. قال لك هنا: يمثل التنفس الخلوي مجموعة من التفاعلات التي تمكن الخلايا من إنتاج الـ ATP. هذه عارفين هذه المعلومة احنا، ويتم جزء منها في الميتوكوندري. حنت عارف ان التنفس الخلوي باش تبدا من خلال الجليكوز، يتم داخل ماذا؟ داخل الجبيله الشفافه، عاده تبقى هدم حمض البيروفيك التي تكون داخل الميتوكوندري. تعريف هذه التفاعلات: احيانا اضطرابات، مشاكل تلقى فيها اثر التعرض لبعض المواد الكيميائيه مثلاش بحالاش لونتيميسين ا، وهو مضاد حيوي تنتجه بعض الفطريات بحال الفطره اللي سميتو ستريبتوميس. يؤدي تعرض الإنسان لهذه المادة إلى انعكاسات خطيرة على مستوى الاستقلال الطاقي للخلايا. باش نحدو لتحديد كيفية تأثير ستريبتوميس لونتيميسين أ، نقترح المعطيات الآتية. ها هو المعطى الأول، شنو؟ تمت إضافة محلول عالق من الميتوكوندريات لوسطين واحد واثنان مشبعين بثنائي الاكسجين، يعني فيهم جوج من الاكسجين، ويحتويان على الـ ADP و PE مع الحفاظ على استقرار pH في قيمة 7.5 في هذين الوسطين. في الوسط الاول تم تتبع تطور تركيز كل من ثنائي الاكسجين والـ ATP قبل وبعد اضافة حمض البيروفيك. صافي، ويبين الشكل الالف هنا، والشكل الالف ها هو، ويبين الشكل الألف من الوثيقة واحد النتائج المحصلة. صافي، ندوزو للشكل باء. قالك في الوسط اثنان تم تتبع تطور تركيز ثنائي الأكسجين، ثنائي الأكسجين هنا الأكسجين والأتيبي هنا غير الأكسجين بوحدو، قبل وبعد، يعني قبل هنايا وبعد إضافة كل من حمض البروفيك في الزمن تي واحد ومادة لونتيميسين أ في الزمن تي اثنان. يعني في نجمة واحد تي واحد درنا حمض البيروفيك والتي اثنان درنا لونتيميسين أ، ويبين الشكل باء من الوثيقة واحد النتائج المحصلة. هذا هو الشكل باء من الوثيقة واحد، هما النتائج اللي عطانا. صافي، النتائج ديال الوسط اثنان. يلا نبداو بالسؤال الأول. صف هاد صف، هذه هي الكلمة المفتاح. صف النتائج المحصلة في الشكلين ألف وباء من الوثيقة واحد، ثم اقترح حتى تنوصف، وبناء على ذاك الوصف وهذوك المعلومات اللي خديت من الوصف نقترح فرضيه تفسر العلاقه بين ماده لونتيميسين وانتاج الاتيبي. علاقه ما بين لونتيميسين وانتاج الاتيبي هنا، يعني ضروري هذيك الفرضيه ديالي تكون فيها علاقه ما بين ماده لونتيميسين وانتاج الاتيبي. يلا الوصف الاخوان ديما تكون دقيق وتنذكروا فيه القيم. غنقولوا بحالاش، شوفوا مثلا هنايا نبداو بالشكل الالف، نبداو من خلال الشكل الالف ماذا نلاحظ بالنسبه للاتيبي وبالنسبه للاو 2. او 2 تيكون هنا قبل اضافه حمض البيروفيك تيكون مستقر في قيمه شحال 100 يو ا، اما الاتيبي هو تكون مستقر في هذه القيمه 35 تقريبا ولا شي حاجه بحال هكا. غادي نشوفوها هنايا بعد اضافه حمض البيروفيك اش توقع ارتفاع كيدير تدريجي ولا غير ارتفاع من القيمه مثلا 35 حتى القيمه 100، وهنا انخفاض تدريجي من 100 حتى 45 ولا 40. صافي، يو ا يو ا. من بعد نفاد حمض البيروفيك ضروري ما تقول هنا يستقر الاتي بي في 100 والاكسجين في هذه القيمه هذه. صافي، هادشي اللي غادي نشوفو في الحل. ها هو الحل، نلاحظ من خلال الشكل الالف اش نديرو في الوصف، تنقسمو المنحنى. اول منحنى عندنا هنا قسمناه ثلاثه البلايص، هاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه. البلاصه الاولى اش قلنا فيها؟ التركيز او 2 في قيمه 100 يو ا، وتركيز الاتي بي في قيمه 30، هما عطاو هنايا 30 يو ا، معليش. صافي، ندوزو بعد اضافه حمض البيروفيك. ملي تنزيدو حمض البيروفيك اش يوقع؟ انخفاض التركيز. ممكن نقولو هنا احسن حاجه نقولو انخفاض تدريجي في تركيز او 2 الى القيمة شحال 35، ثم هذا الانخفاض مالو مصحوب بارتفاع، يعني في نفس الوقت في نفس الوقت نقولوا الكلمة تاع مصحوب، مصحوب بارتفاع تركيز الاتي بي ليصل الى قيمة شحال 100 يو ا. ها هو توصل 100 يو ا. بعد نفاد حمض البيروفيك اش يوقع؟ استقرار تركيز او 2 هنايا
في قيمة 35 وتركيز الـ ATP في قيمة ديال 100. صافي، هذا هو الوصف تاع الشكل الأول. الشكل الثاني هو الوصف رسائل، راه ما تقدروا تجاوبوا عليه، تجاوبوا عليه بكل سهولة. حيت السؤال تاع عصيف راه كادو وعليه نقطة ونص، يعني راه يا سلام. هنا اش غادي توصف؟ هنا تقسموا تا هو ثلاثة البلايص، هنا وهنا ثم في الأخير. هنا قبل إضافة حمض بيروفيك تيكون تركيز O2، شوف شبه مستقر في القيمة تاع 100. هنا بعد إضافة حمض بيروفيك في T1 اش توقع؟ انخفاض من 100 حتى لاش تقريبا شي 40 ولا 50. هنا بعد إضافة لونتيميسين تعاود ترجع تولي شبه مستقر في هذه القيمة الأخرى. هادشي اللي كاين هنايا. الشكل باء قبل الزمن T1 كان تركيز O2 شبه مستقر في القيمة 100. U1 عند إضافة حمض البيروفيك في الزمن T1 انخفاض تركيز O2، انخفاض سريع ولا انخفاض مهم لـ O2 في تركيز O2 ليصل إلى 40 U1. وبعد إضافة لونتيميسين A في الزمن T2 استقرار تركيز O2 في قيمة تقارب 40 U1. أمرضنا ما أنتو باس، هادشي اللي ساهل. الوصف ضروري ما تذكر القيم، وضروري ما تذكر حتى كيفاش تتم هذاك الارتفاع ولا الانخفاض. صافي، غير هو اللي ما تبقاش عاوتاني تكثر، يعني عوارض اش توقع حنا اش توقع حنا اش توقع حنا والنود نايت. يلا دابا مباشره غادي ندوزو للفرضيه. الفرضيه اللي خاصها تكون تجمع ما بين لونتيميسين، لونتيميسين ا و الاتيب. هنايا شوف، ملي تستهلك او2 تي تنتج الاتيب، يعني الا توقف استهلاك او2 غتوقف انتاج الاتيبي. غنجيو لهنايا، لونتيميسين اللي تنزيدو توقف استهلاك او2، يعني الا كان توقف استهلاك او2 بصفه غير مباشره غادي يوقف لينا انتاج الاتيبي، يعني غادي نقولوا لونتيميسين توقف انتاج الاتيبي على مستوى اش. حنا عارفين الاتيبي تنتج على مجموعه من المستويات. مادام هنايا توقف استهلاك او2 يعني على مستوى التاكسدات التنفسيه. صافي، هذه الفرضيه. اش تقول الفرضيه؟ علاقه بين لونتيميسين وانتاج الاتيبي. لونتيميسين ا يكبح تفاعلات الاكسده التنفسيه، يعني توقف استهلاك او2، يعني استهلاك او2 ما تبقاش، التي تسمح بانتاج الاتيبي على مستوى الميتوكوندري. هذا الشيء كله ديرنو في الميتوكوندري. صافي، اش اللي عطى الله. تندوزو دابا السؤال الثاني والمعطى الثاني. المعطى الثاني قال لك يحتوي الغشاء الداخلي الميتوكوندري على مركبات بروتينيه تشكل السلسله التنفسيه. حتى في التعريف تاع السلسله التنفسيه راكم عارفين هو مجموعه من المركبات البروتينيه المندمجه في الغشاء الداخلي للميتوكوندري، هي تلعب دور ناقلات للالكترونات من المعطي الاول ان ادي اتش اتش بلس الى المتقدم النهائي او2. صافي، هذا هو التعريف ديال السلسله التنفسيه. لكن يحتوي الغشاء الداخلي الميتوكوندري على مركبات بروتينيه تشكل السلسله التنفسيه. تبين الوثيقه 2 تسلسل تفاعلات اكسد اختزال. ها هما، هذا تتاكسد تتختزل، هذا تتختزل تتاكسد، هذا هو غادي يعني اكسد اختزال اكسد اختزال اكسد اختزال. ها، التي تحدث خلال انتقال الالكترونات عبر مركبات السلسله التنفسيه وموقع تاثير ماده لونتيميسين ا. ها هي لونتيميسين تتاثر لنا فين؟ في المركب رقم ثلاثة. تتوقع عليه مدى عملية الكبح، يعني تتخليش خدام. صافي، توقف النشاط، هي عملية الكبح. تقدم الوثيقة 3 رسمة تخطيطية لآلية تركيب الـ ATP في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. هي الوثيقة 3 وهي الوثيقة 2. السؤال أشنو هو؟ السؤال تيقول الإخوان هو بين العلاقة بين منحى انتقال الإلكترونات، هما الإلكترونات غاديين من هنا شتوهم، وجهد اكسده اختزال. ها هو جهد اكسده اختزال، هو هذا او زيرو، هي هذه جهد اكسده اختزال لمختلف مركبات السلسله التنفسيه، يعني جهد غادي في هذا الاتجاه، يعني هابطين من هنا لهنا. كي داير هنا جهد اكسده اختزال صفر ناقص 0.32، وهنايا زائد 0.82، يعني غادي من الصغير للكبير، يعني شكل كيدير تزايدي. اش غادي نقولوا؟ السؤال الجواب بسيط جدا، اللي هو تنتقل الالكترونات عبر مركبات السلسله التنفسيه في جهد اكسده اختزال كيدير تزايدي، تزايدي يعني من الصغير للكبير. صافي، ندوزو لدابا السؤال الثاني. ب، فسر تاثير اضافه ماده لونتيميسين على تركيز ثنائي الاكسجين المبين في الشكل ب. دابا حنا هذا الشكل ب اللي شفنا من الوثيقه رقم واحد،
ملي تنزيدو لونتيميسين تتوقف استهلاك او 2، يعني تستقر ما تبقاش تستهلك او 2. حنا اش عندنا المعلومات؟ ها هما المعلومات اللي عندنا، عندنا في هذه الوثيقه هذه او 2 هو اخر واحد يستقبل الالكترونات وتتحول الماء، يعني الالكترونات لما بقاش يدوزوا من هنايا وقفهم لونتيميسين، واش باقين غادي يجيو الاو 2؟ لا. واش او 2 باقي غادي يتحول اش 2؟ لا، ما غاديش باقي تختزل، يعني الاختزال ديال الاو 2 هي الاستهلاك. يعني الا وقفنا غير الالكترونات ما بقاش يجيو هنايا، تنوقفوا الاستهلاك ديال الاكسجين وتبقى شبه مستقر. هادشي اللي الجواب ديال هنايا في 2 ب. تكبح مادة لونتيميسين يعني تمنع المركب رقم 3 للسلسلة التنفسية ما ينتج عنه منع انتقال الإلكترونات نحو المتقبل النهائي أو 2 وعدم اختزال أو 2 إلى أش 2 وعدم استهلاك أو 2. صافي، دابا تندوزو السؤال الثالث والأخير. أش يقول لنا السؤال هذا؟ تيقول لك ثالثا مستعينا بالوثيقتين 2 و 3 هادو، فسر تأثير مادة لونتيميسين أ على إنتاج ATP من طرف الخلايا. إنتاج ATP خاصو ثلاثة شروط. ثلاثة، شنو هما ثلاثة شروط؟ الـ ADP زائد PA هما كاينين، الكرية ذات شمراخ هي كاينة، ثم ماذا؟ ممال بروتونات H بلس. إلا ما كانش ممال بروتونات H بلس ما غاديش تنتج الـ ATP. وهاد الممال شكون اللي تينتجو؟ هو انتقال الإلكترونات من هنا من المعطي الاول اللي هو ان ا دي اش اش بلس الى المتقبل النهائي او 2. يعني لو وقفنا الانتقال غادي يوقف عندنا اش انتاج الاي تي بي. صافي، اش غادي نقولوا حنايا؟ غادي نعطيو هادشي بتسلسل. ها هي، ها هو الجواب بكل سهوله. بوجود ماده لونتيميسين ا اش دير؟ كبح تدفق الالكترونات عبر مركبات السلسله التنفسيه، يعني الالكترونات ما غاديش باقي يدوزوا من هنايا بس. صافي، لما دازوش الالكترونات هادو ما غاديش يخدموا هاد المركبات، يعني توقف ضخ بروتونات اش بلس من الماتريس نحو الحيز البغشاء. الا ما دازوش البروتونات اش بلس من هنا لهنا ما غاديش يوقع لينا تشكل ممال، يعني ما غاديش يكثر التركيز هنايا، تركيز اش بلس ما غاديش يكثر هنايا. الا ما تكونش الممال، عدم تشكل الممال بروتونات اش بلس، عدم رجوع بروتونات اش بلس عبر الكرية ذات شمراخ نحو الماتريس، ولا ما دازوش هنايا ما غاديش يوقع تركيب الـ ATP، يعني هنا غادي نقولوا غياب تركيب الـ ATP. وشكرا على المتابعة.